ده مكان اسمه تونينو في ميدان الجمهورية المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز. ريستوران في المهندسين، الركنة فيه مش صعبة قوي، بس كمان فوق كده هم عندهم ناس ممكن تركن لكم العربية. الدور الأول في الفيلا دي تبع برضو الدور الأرضي تبع تونينو، اسمه البريد باسكت، في اوبن بوفيه سلطات وفي مخبوزات كتيرة قوي شكلها حلو. الاوبن بوفيه سلطات في كل حاجة انتم ممكن تتخيلوها، خضروات وكولد كاتس وكابوريا، ومعاها صوصات مختلفة دريسنجز عشان خاطر السلطة. احنا خدنا اتنين سلطة بدريسنج مختلف، وبعدين اخدنا بعد كده كمان مين ديشز، خدنا واحدة بيتزا بالسلامي وخدنا واحدة باستا. ده الفريشلي بيكت برودكتس، المخبوزات الحلوة والحادقة زي ما قلت شكلها حلو قوي. ده الأكل بتاعنا، البيتزا والسلطات والباستا. خدنا حلو كريب هايل بالشوكولاتة ومقطعين عليه بار من ميلكا. الدور الفوقاني خالص بقى ده في مكان للأولاد ممكن يجوا فيه يلعبوا، بس ده بفلوس مش ببلاش يعني. الأكل كلفنا 230 جنيه، وغالي شوية بس هايل.